Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hengi ke ümmete İslam'e yev, hengi ke serkirdet bısırmanan ev, hengi ke ev mürüvene ebetveku İslam'et ki hatine giredan ve ebetveku lübbu cevhera İslam'el deban insana diyar bi evin. Evan mürüvete, evan serkirdete, evan tab'an cündu, askeru, şa'bu, milletu, bısırman ke ümme yani. تأثير وان يا أخلاقي السر طبعاً الوي وان مجتمعات يعني وان أممت وقت بداية الإسلام تدا تأثير وان وكارت كرنوان طبيعي نيا قوة أكيد بيجين يا عسكريبو أوان عالم ديف خدانتنا أوان أف نصر وسركتنا تمارنت كر أوان جهخو دلت عالم دانت كر Çünkü adede wan galak bu, an male wan galak bu, an askeriyen insane kuvvet bun. Yani ef insane tene mukhattatat et wan yed harbe, yani mutefavaktir bun yed dijmine wan. Ne, sahbete ve hemine bu. Sahbete ve ümmete ibser kirde ve o ra'iye ve yani ibşa'b ve. طبعاً نقطة مهمة في أمتي كوشيان بي جهيخو بكنو قيادة بشري بكنو دنياي بكنو عالمي بكنو بنا الرحم بأسرة بشري أخلاقي وانبو أخلاقي وانبو روشتي وانبو سلوك وانبو رواشون وانبو أو تشبين أو أخلاق بين يتوكو أو طبعاً سر چون اوه پتر تأثیر العالم اید کل برهنده جی ویگاوه اگه تو بینی اسباب مادی یعنی تحلیلات شلوویات دیف سبب اگرت مادی بیجی چوا بسرمان شیانت خلال 25 سالا امپراتوریا رومی و یا فرسه هر دوکا تک پیچن و بنه قياده وسركرده ورحمه ومصباحه ورهيبه بأسرة بشري في وقت محلل مادي أبيتوكو تحليلات اتوان سر أسبابنا أجرت مادي بيجن أم نظانين تحليل كين أم شارزانين اندنظام كوا شلوبة كين چنك ديف أسباب مادي أف نصرا أف سركتنا أف طبعا بيشكتنا يا بصرمانة تمار كري أو لا تخضع للأسباب المادية أبداً بناحية مادية وشلوفية ما يتحليل ما أبداً طبعاً أميل بي مسألة ديرين قلق چنك أف مسألة وان بصرمانة وسركتنا وانو بيشانا وان بو أمريكا والصيني طبعاً يوختي روم وفرصة وأمتك وصر يا لوازة بسلاحه بحضارته بنابه بعلمه بجيشه بهموتش خلال 25 سالة ربع قرن رابي أو دنيا طبعاً همي فتح كر بيش أبناشين تحليل كين إلا تشتكي هاي بين القوة الغيبية تشتكي هاي بان بصرمانا في أمتي أو تشناهي تحليل كرنبو چمكش عالم غيبية عالم نبنية عالم برزية كد بين القوة الخفية أو قوة ياخد تعالى الدتا في أمتي وفي خلقي أجل ديف في بيت أم نشين والتحليل كان شيء عالم الغيب لا يخضع للتحليل إذن أبان بصرمانا أبان يعني في أمتا هندا يا لوازا هندا يا برسي هندا يا بماي هندا يا متخلف هندا يا جاهل هندا كذا خد تعالى بواسطة في إسلامه في دينه أبواكو برا بتر تدار قوة غيبية إشياء طبعاً شاريك يا قرني نا قوى العظمى هم يا بيشن أبا طبعاً ديف أسباب المادي وديف تحليل المادي أبا هش إنسانك نشد أبا إنسانا يعني أبا نصري بيسر كدني تحليل كد بلي ما قد أتعف يعني سركتنا وأف نجاحة وأف بيش كفنا بصرمانا أبا تشتكي تيدو هيد بين القوى الخفية القوى الغيبية او تشتنيت كو مروف نبينيت و نشت تحليل كات او تشا او ايمان و اخلاقي في امتيا او طبعا روشتي في امتيا برنده جي خليفة بصرمانا عمر و ابن عبد العزيز اوي توجيهك طبعا دايما اوي اخفناكي قوتي
اوي طبيعي اكود بيجن تشتك يغوتي بو بو ما بو بو بسرمانا تشتك طبعا نوه تكرين نبزيري نبزي في نب تشجو مجوهرات الثمينة بقيمة او تشيا اب اخب نوه اغوتي كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون بلا خب ده في دستورها بلا خب ده طبعا أبي توجيهها بلا خب ده أبي رسالها بلا خب ده في آخفنها يعني آخفنك حقيقة جلك مظنة وجلك يعني جه خدايا وجلك طبعا تأثير أخويه قلت أيها الناس يا جلي بصرماني يا خلك أهل خدي كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون شری نکن چکی نه هل گرن ازمان خوش بکار نه اینن پا پاده چه و دعوه کن بو ریا خوده پاده چه و عالم این نصر هدایت و ریا خوده گوتی بی اخلاقی کن وقتی تو بازارید که انسان که صادق و امین بد بازار خوده وقتی تو انسان که بی تعاملید که ایدگل روخ و دورو نفی کمالگه تو تیده بلا کس خیانت التا نبینی تو کس درو التا نبینی تو کس جبنه و سرشور التا نبینی تو کس غدر التا نبینی تو کس دوریکی التا نبینی تو بین بی اخلاق بین منظوم اخلاقی اگر تو بچک کتی تو بسلح کتی بوی روشته ها بوی اخلاقی ها کد بین فضائل اسلامیه أمانة وشجاعة وزيلكية وثباتة وخرا قردنا ودلوفانيا أكد بيجن قلتنا حقية وأمرية معروفية ونهية منكرية وهاري كرنا مظلومية وبرسن قردنا ظالمية وتطبيق عدالتية وحتى ديمويك فضائلة إسلام بيجني المنظومة الأخلاقية كاكي دجوار سلاح دجوار سلاح مؤثر سلاح وكو عالمي تو بي ديف خدا تيني وصاحة بتوالا بيت ها اف منظومة اخلاقية ابا وكو افي امامي افي خليفة اشارة داية كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون هين دعوة بكن بوريا خدي تعالى بيدنك يعني شوى بيدنك يعني بامانتي يعني بمعاملتي يعني بروشتي يعني بأخلاقي يعني باستقامة يعني بميرانية يعني قلتنا معروفي أمر معروفي نهي منكري حتى بان تشتني فضائل بيش أجابان في أمتي في خلقي تمسكر في وقتي أو دبنا دعاة حقيقي أو دبنا إمامة حقيقي أو دبنا ريبرة حقيقي أو دبنا بانجوازة حقيقي بو همو إنسان رخو دورتوان أكل أو تمسك بكن منظومة أخلاقي أو صفات التاني يعني الدبن أكل خلوق وان بيت قرآن بوقتي أو محتاج تشتكي دينا بجب سرمان البداية وقت سركتين تبيعي نفس لحي سركتين ناف مروفيها بعدد زور سركتين ناف مروفي التاني بمالك زور سركتين ناجح بينو بينا يعني أمتك يعني ريبري في خلقي سيزده قرن عالم ريبري نا طب شبو بفي أخلاقها بأفي طبعا روشتها أفي توكو الدف إنساني بيداد بن بيقى في خلقك ذكريت كت خلقك طاعتت كت خلقك تشيت الجمعية نبيجة جمعية تشيت نبيجة طبعا هل بنش نبيجة بجماعتت كت بلی اگر تو وی انسانی بینی دانیل برتی جینکا اسلامه ده بلی خود یه رسیده وی روشت اسلامه یعنی اگه ایک صده بید باشه گلک دی صفره احبت اوان انسان روشت نینه موقف نینه ظلامینی نینه مردینی نینه خورا گرتن نینه تضحیه نینه بویدینی پشتا ظالمید گرن ایدگل تیار بقوت بسرمانه چی تا خود بیجی ده بر خودت او حزب او لاینه بقوت بلا دایکا فساد و اکود بیشن جریمه جی بین بر خود ده جندیه وی او تابعه وی او دست قطعه وی او بلیروانه وی او رقاصه وی ایدن او نه اسلامه او نه نه هجمات بسرمانه او انسان اخلاق بسرمانه طبعا دفنه
حتى سكرتيري حلفة أطلسي بيجيد بيجيد مين طبعا تشتكي عجيب ديت سكرتيري حلفة أطلسي بيجيد ثورة جزائري وقت ما بريخوده ثورة الشباب في الجزائر تبيض الشعب الجزائري حدود 125 سالا المال بن احتلال فرنسي و اوان اختيار كرغوت ام دي چكين ام دي رابين يعني مقاومة فرنسا كين طريقة سلمي طبعا واجبو مرون بيت بما اشكرات بيت او سلطة او جهة حكميت كت اي وكو نهاطب بشكلك ديمقراطي ابي وكو هاطب عسكرتاري وباريتي وخو فرس كري واحتلال سر كرسيك وعرش حكم كري بقوته تزويره في السجن وكذا او مروف او حزب او طريقة سلمي ناچن او مظاهرات سلمي ناچن او طبعا مانجرتن ومسيرات ناچن او باعلام وخطب ناچن او جهة حكمت كت ابد دموي ابد طبعا مروف طبعا ايمان بقوته هزه هاي ملت إلا بكار بينيت برام بريوي في لغتك أو فهمكن كو ثورة أو ثورة وكو بجن ثورة مسلحة چنك أو مجرم وازل كرسيكي ناينن اگر تو برام بريوي قوتك بكار نيني كو قوتاوي نمينيت اما تو مظاهر بكيو انتو دنگي خبلن كي نرازي يانتو اضراب بكي او هیچ وسیله نینن بو تغییر حکم فاسد ظالم او بدین طبعا یه مجرم شعب جزائری 125 سال آن پتر اوان مقاومه کرد گل فرانس المحتل هیچ نتیجه نبو این اوان رأسا بریارده گوته خود تعالش قصد جهاد فرس نکریه این را بی دست هابته اوان مقاومة كر مقاومة مسلحة وبتبع بدوصات مروفة بدوصات جحيلة دست بكر شان خلال شص صلاة ابي احتلال بغيت طبعا نهلا ابي تشيه ابي الاخلاقي بجي اف سكرتيري حلفي اطلسيت بيجيت وقت امبري خدايا بان ثوار التاني شجاعة وانو خورا قرتنا وانو تضحية وانو كد بيجن مقاومة وان قول من بسيار كربان جحيلة شباب جزائري أف قوته وأف بسالته وأف شجاعته وأف خرعة قرتنا وأف تضحية أبل كيري إيناي قد قلت من القرآن إيناي إت إسلام إيناي أبا إيكش أخلاق إسلامي شجاعته خرعة قرتنا برسن قرتنا ظالمي إيكش أخلاق إسلامي يا أساسي لب إسلامي إيناوي سكرتيري حلف أطلسي هاد بصرمان بول بر بسالت و شجاعت وان جحيلا وقت البرسنگ يعني فرنسا گرتي قلت اف دين وصا خلق خو وصا پروردت كتو و اخلاق شجاعت دت اف شجاعت هني امضى سلاحا بو بي امتي و بي ديشن سرب كبن و ناجح بل بجال بل بي چند اخلاق مصفر ترين سلاحا اگر اف خلق طبعا كار بينيت وأبروح أخلاق عظيم نبى أمتي حلقة مفقودة برهندي أم اتنالين وأم اتنى بباندن وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.